شجرة احتلمت أفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سهلوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سهلوا عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. كما حب السلام عليكم. وشاكم لباس الله يحفظك ويبارك فيك. كما نسعد أيضا مشاهدين الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. واليوم يصادف الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية. رب اجعل هذا البلد آمنا. فضيلة الشيخ محمد الشيخ يتفضل مشكورا مأجورا. لكم الفضل أستاذ عبد المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فالحديث ينصب أساسا إلى نحو نعمة الأمن. نعمة الأمن التي هي من أهم مطالب الناس في هذه الحياة، ولا يمكن للإنسان أن ينعم بحياة كاين ذبان بزاف لي ما بسبب النعم. خيرات إن شاء الله. إيه مع الاخضرار مع يحب اللون الأبيض الثاني. قلت هذه النعمة اللي هي من أهم النعم التي هي مطلب أساسي بالنسبة للناس في كل مكان وفي كل زمان. الله تعالى حدثنا كما تفضلت في الآية عن إبراهيم عليه السلام عندما دعا الله بعد أن بنى الكعبة: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ولا يمكن أن يشعروا بطعم الثمرات وقيمتها ولا أهميتها ولا فائدتها إلا إذا انتشر الأمن، وكان الأمن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا يمكن للإنسان أن ينعم بطعامه إلا إذا شعر بالأمن، وإلا فإنه قد يأكل ولكنه لا يستلذ ما يأكل. هذا الأمن أمر ضروري في الحياة. عندما نقرأ بعض النصوص الله تعالى يمتن على عباده حيث نزل الوحي، حيث نزل القرآن يتلى على الناس: أولم يرونا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يرونا جعلنا حرمنا آمنا، من أوصافه أنه آمن، من آوى إليه فقد أمن، لأن الأمن مطلب أساسي ومطلب جوهري. والحديث الذي تفضلت بذكره: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول نعمة: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه. حتى ولو كان عنده قوت يومه ولكنه ليس آمنا لا يشعر بهذه النعمة، فهما نعمتان تمشيان مع بعض. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت جملة من المقاصد الكلية التي ينبغي الحفاظ عليها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس،
اللي هو مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ العرض وحفظ المال بعد ذلك. الحفظ النفسي مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، فلا يصح أن تهدر هذه النفس ولا أن يتعرض لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها. من أشار يعني لعبة بحديدة، من بحديدة يعني سكين، موس، سيف، منشار، كأنه يلعب معه. فمن أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدع. هذا من أشار إشارة فقط، إشارة تخويف فقط، تخويف. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاب صحابي حبل حبيلة وبدأ يديرها كأنها ثعبان، كأنها ثعبان، ففزع الرجل، قام فزعا، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولذلك أستاذ عبد المعين بن قوسين فقط، بعض الحصص التلفزيونية التي تقيمها مختلف القنوات في الكاميرا اللي تسمى الكاميرا المخفية، ففي كثير من الأحيان عندها شق. الشق أولا: لا تضحك إلا إذا أبكيته، سعادتك وفرحك ببكاء الآخرين، هذه واحدة، وضحكك وسعادتك عندما يخاف الآخرون. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذه أدبيات، هذه أدبيات. هذا الحمد لله، يعني عندما نتحدث عن الأمن، نعمة الأمن في بلد كالجزائر، نعرف معنى كلمة الأمن، نعرف كلمة الأمن. فقد عشنا في العشرية السوداء المرارة، وعشنا في العشرية السوداء النفس المهدرة التي كان فيها الإنسان إذا خرج من بيته ظن أنه لن يعود، وإذا توقفت سيارة أمامه طار قلبه من الخوف. هذه من الحقائق. الحمد لله، قيد الله لنا بفضل رجال سهروا على هذا البلد، وعلى رأسهم رجال الأمن، حفظهم الله، وحفظ الله لهم مصالحهم وأهاليهم. فنحن ننام وهم يسهرون. وتصور أنت في العشرية السوداء لولا الرجال الواقفون الذين وقفوا على هذا البلد، لولا إرادة الرجال، ولولا سهر رجال الأمن في كل لحظة وفي كل حين، ولولا الحدود الطويلة التي يقف عليها رجال. تصور وين رانا الأستاذ عبد المنعم؟ يعني الحمد لله، خاصة أن الحدود نتاعنا حدود طويلة جدا، طويلة جدا، وشي قدنا فيها لولا حزم هؤلاء الرجال. فمن أدبياتنا أننا ندعو لهم في خطبنا دائما، عندما أقيم درسا أو خطبة أقول: اللهم احفظهم، احفظ الذين يحفظون أمننا وحدودنا، اللهم احفظ للذين يحفظون أمننا وحدودنا، إذ لولاهم لما شعرنا بهذه النعمة التي نعيشها. تحية إكبار لهم جميعا، وحفظهم الله وحفظ بهم الوطن. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، الله يحفظك. نشرع مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، الشيخ محمد الشيخ في الإجابة عنها بحوله تعالى. شيخنا، البارح ذكرتم مسألة أنه المرأة عندما تحج تكون فريضتها يعني أول مرة للحج تستطيع الذهاب بدون محرم. في العمرة شيخنا، إذا كانت أول مرة، المشكلة أن الذين قالوا، لأنه الآن لازم نقول بأنه فيه فريقان، فريق أجاز للمرأة في العمرة، في الواجب
في الواجب السفر من غير محرم. نعم. كذا. وفريق منعوا قالوا حتى في الواجب لا يجوز، لابد لها من محرم زوج أو محرم. الذين أجازوا للمرأة أن تسافر سفر الواجب من غير محرم قالوا بأن الحج الأول حجة الإسلام هي واجبة، وبالتالي يجوز لها أن تسافر فيها من غير محرم. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا بأن العمرة ليست واجبة، فهم الذين أجازوا قالوا ليست واجبة. الذين قالوا بعدم جواز المرأة أن تسافر وحدها قالوا بوجوب العمرة كالحج، لكنهم لم يقولوا بجواز سفر المرأة بغير محرم حتى في السفر الواجب. بينما الذين أجازوا رأوا بأن العمرة ليست واجبة. وعلى ذلك عندما نبحث في الكتب القديمة لا نجد الحديث إلا عن الحج حجة الإسلام. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستقبل أول مكالمة، سيد عبد المجيد من بشار. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سيد عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ترى سيد عبد المجيد، أهلا وسهلا. بخير يبارك فيك، الله يهنيك سيدي الكريم. الحمد لله ربي يحفظك. تفضل سيد عبد المجيد. نعم. ما قلوا قد في رجل إذا وقف أمامك أدار إليك. نعم. ما قلوا قد في رجل إذا وقف أمامك أدار إليك. ما فهمت يا؟ نظر إليك سي عبد المجيد. إلى أصحابك ونظر الأنبياء وإلى قومك. عودنا السؤال سي عبد المجيد. إذا وقف أمامك أدار إليك. شكون اللي نظر إليك؟ هذا اللي يوقف قدامك. سي عبد المجيد راك معنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قلت لك ماذا؟ ما قول الشيخ في رجل إذا وقف أمامه نظر إليه؟ نعم. كما نظر النبي إلى كما؟ زملائي شوفوا مع السي عبد المجيد ما لاش نسمعوا في المكالمة مليح. إبراهيم من الجزائر العاصمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل سي إبراهيم. شوف أنت عرفت مثلا زوجها وبس كما زوجها كانت تاخذ بالمنحة. نعم. نعم. عرفت الزوجة. اسمعنا من الهاتف، ربي يحفظك سي ابراهيم. التلفزيون سي ابراهيم. قص التلفزيون. تفضل سي ابراهيم. طيب، هل هناك اتصال؟ نذكركم دائما مشاهدينا الكرام بالارقام التي تظهر اسفل الشاشه من حين الى اخر. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، الشيخ محمد الشيخ في الاجابه عنها بحوله تعالى. هل هناك اتصال زملاء الكرام؟ اسمهان، أسماء من واتسوف. أسماء السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أختي. أسماء تفضلي. أسماء هل أنت معنا؟ لا اليوم ما لاش نسمعوا فيك. طيب كاين اتصال ثاني؟ أيمن، وائل، شكون من البيض؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخنا في حين يعني تجهز المكالمات نكمل في موضوع هو إذا في سؤال إبراهيم كأني فهمت المقصد نتاعو. ايه هو؟ هو قال امرأة مات عنها زوجها كانت تاخذ المنحة، منحة الوفاة، قال ثم تزوجت. نعم، معناه السؤال راه متكرر واضح. السؤال واضح. نعم، السؤال انه تزوجت بدون عقد مدني. نعم، بدون عقد مدني باش تحافظ على المنحة. المنحة، هل المنحة هذه جايز لها ولا مش جايزها؟ لا، يعني المنحة ليست أمر واجب، ليست أمر حق،
هي منحة تقدمها جهة ما. الجهة المانحة هذه، الجهة المانحة دائما تضع شروطا، توضع شروط، شروط. إذن كي توضع الشروط، الشروط هذه تولي كأنها شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. والشرط التعليق الجهة المانحة اللي تعطي لك، تعطي لك هذا الشيء اللي موش حق، هي دارت خير، دارت مزية، دارت قانون، أنها تعاونك تعطي لك هذا الشيء هذا. فالجهة المانحة إذا اشترطت أمرا، الشرط لا بد أن يحترم، حتى لأن المسألة بعد قانونية وشرعية أيضا، شرعية وقانونية. فأن المرأة هذه إذا تزوجت بعقد عرفي، هل تعتبر متزوجة أم لا؟ تعتبر متزوجة، لأن الجهة المانحة لما وضعت هذا المنحة، وضعتها للمرأة اللي كان زوجها يعيلها وقايم عليها وهي ماكثة في البيت، ودفعة يعني في 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 لحظة توفى زوجها ولت عارية الظهر، كأنه يعني ما عندها حتى عائل يعولها. نعم. فوضعتها من أجل أن تعينها على نوائب الدهر. هذا السبب راه موجود الآن، فالزوج راه موجود، إذن هو الذي يعول، إذن هو الذي يعول. وسواء كان لها عقد مدني أم لم يكن لها عقد مدني، فإن لها من يعولها. وعلى هذا الأساس لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تأخذ، أن تبعد، تصرف عنها العقد المدني، ولا أهلها يصرفوا عليها العقد المدني باش تأخذ المنحة. فإن الجهة المانحة تشترط ألا تكون متزوجة، وعدم توثيق الزواج لا يعني أنها ليست متزوجة، بل هي متزوجة غير أنها لم توثق الزواج، فثمة تحايل على الموضوع. نعم، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. أعتقد بأنه هذا هو السؤال. إن شاء الله، إن شاء الله تكون الإجابة وصلت إن شاء الله. سي إبراهيم، نستقبل مكالمة السيدة قمرة من برج بوعريري. السلام. قمرة. السلام عليكم. تفضلي سيدة قمرة. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي رحت العمرة أنا والوالدة، أنا في عمري 55 والوالدة عندها 75. نعم. رغم يقولوا لي باللي راكي ما هيش مقبولة عمرتك. والسبب واضح، بدون محرم. بدون محرم. نعم. وكان ولد خويا وولد عمي كانوا ثم في الوسمو، وانا لحقنا بهم في الايام الاخرى تاع رمضان العشر الاواخر. نعم. شكون اللي كان تما؟ كان ولد خويا وولد عمي. نعم. لحقنا بهم. واضح، ربي يتقبل ان شاء الله. سي قمره ان شاء الله يا ربي. شكرا سيده قمره. شكرا. فاطمه من تيارت، السلام عليكم. السلام عليكم الاخ مامن. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. والسلام على شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر هلال رمضان. الله يعزك ويبارك فيك. أنا نحب المشايخ. يسلمك ويبارك فيك. والله ربي يخليهم، ربي يحفظهم ويعطيهم صحتهم إن شاء الله. والله نعم. أمرنا نستفيدوا من هذا القناة ومنهم إن شاء الله يا ربي، نتمنى لهم التوفيق والصحة. يا رب الله يبارك فيك حجة فاطمة. ونحن لبلادنا بارك، أنا متمنين أن نحن للبلاد. الله يرحم الشهداء اللي حروا ذا البلاد. الحمد لله، الله يرحمهم جميعا. آمين. الله يرحمهم ساكن ويسع عليهم. المهم الأخ مؤمن به نحكي للشيخ يجاوبني في هذا السؤال. نعم. ما حكم الدين يعني في حبك للصحابيات العفيفات وحبك لأزواج الحبيب عليه الصلاة والسلام وحبك لحبيبك عليه الصلاة والسلام ودائما في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حبيبي وحب الله عز وجل، ولكن أنا دائما بيني بين نفسي يعني مش كما قال لك فخر ولا، دائما ندعي نقول يا رب نكون قدوة كأمي خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضها، وحبي لبنت النبي عليه الصلاة والسلام. كل بنات النبي نحبهم، بصح اسم فاطمة مع خاصة أن اسمي فاطمة والأم رحمها الله اسمها ثاني خديجة، دايما نرحم على جدي نقول له الحمد لله اللي سمى جدي أمي
خديجة، وسمتني هي ثانية أنا فاطمة. ما حكم الدين في كي نقول قدوة كأمي خديجة؟ نعم. إن شاء الله يا ربي، والله هذه أمنيتي في الحياة. ما حكم الدين هنا؟ خديجة رضي الله عنها. رضي الله عنها وأرضاها. شكرا يعني سيدة فاطمة. نحب أمي خديجة رضي الله عنها. الله يحشرنا معاهم إن شاء الله. أول مرأة دخلت الجنة. إن شاء الله. الله يحفظك سيدة فاطمة. عندك سؤال ثاني؟ لا هذا هو سؤالي. شكرا بارك الله فيك. السلامة. مع السلامة. مع السلامة. نادية من قسنطينة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي سيدة نادية. تحياتي الفاضلة لك أخ ونعيم ولشيخي الفاضل. الله يعزك، تحية طيبة مباركة سيدة نادية. أخي الكريم، للزكاة سوف أخرجها إن شاء الله في نوفمبر، ولي مشكل في أخ يحتاج مبلغ ضروري جدا، فهل أستطيع أن أقدمها الآن؟ والزكاة اللي يعني حد إسلامي 154 مليون، كم تساوي الزكاة يحسب للشيخ؟ ولكن أستطيع أن أخرج هذاك المبلغ للأخ هذا المحتاج جدا؟ نعم. لأن الزكاة سوف أخرجها في نوفمبر. حبيتي تقدميها؟ وشيخي الكريم دعاء لي بالشفاء. الله يشافيك ويعافيك ويقويك إن شاء الله، وينحي عليك التعب والألم إن شاء الله. شكرا سيدة نادية. شكرا. بشفى عليك إن شاء الله. بشفى عليك. بشفى عليك. هل هناك اتصال آخر؟ شكون؟ إلهام من سطيف، سلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضلي سيدة إلهام. كيف أنك تدفتها في أمور الدين برك؟ نعم. كيف أنها فائدة في خيراني للزوجة وتهوشت أنا وعبدي طعفنا دينامي نواشيت هكذا وكبرت القصة ورمع لي الطلاق بالثلاث. طلقك بالثلاث؟ ايه، رمع لي الطلاق بالثلاث، قال لي راكي مطلقة 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 في يوم واحد، يعني في نفس اليوم، في نفس اللحظة. في نفس اللحظة. في نفس اللحظة. هي وفي لحظة غلط كان مطلق بالزير. وش حال عندها الحكاية هذه؟ عندها وقت شهر. وش حال؟ عندها وقت شهر. شهر؟ ايه. وكاين صلح، كاين اتصال، كاين بوادر خير إن شاء الله؟ ما كاين الشيخ، عندي راني زوج أطفال. عندكم زوج أطفال؟ عندنا زوج أطفال وملكيت كيف ندير، بس مانيش عارفة راني مطلقة أنا على باليش. والزوج تحاول. سيدة تفضلي تكلمي مع الشيخ. تكلمي مع الشيخ سيدة إلهام. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. مرحبا سيدة إلهام. الآن لست حاملا. حاملا. إيه. والزوج نتاعك وش رأي يقول الآن؟ وحاب يرجع ولا؟ ما قال والو، ما جاء، ما سقط على أولاده، ما قلت لي حتى حاجة، ما نشاء الله وكيف بقى. إيه. وأنت راكي في داركم ولا في دار الزوجية؟ يعني في دار ما بقاك، ما قال صباء الدهار، راح نطلقها ورمع لي اطلاق. واضح السؤال، تسمعي الجواب ان شاء الله تعالى. ربي يصلح الحال والاحوال سيده الهام ان شاء الله، الموده والرحمه بيناتكم ان شاء الله، وربي يحفظ وليداتك ان شاء الله. ان شاء الله. زينب بنت زيوزو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي سيده زينب. الحمد لله، خير سلام. الحمد لله، ربي يحفظك يبارك فيك. الحمد لله. بغيت نسيك على عندها سؤال اختي اللي بغات تسيكم عن العمره. نعم، وش بها العمره؟ قالوا لها اللي تقدري تدي لك هي ما تقدرش. وش مريضه ما تقدرش، قالوا لها بلي تقدر تجيبوا لك على يدير لك وحده في بلاصتك. يعني يدير العمره واحد اخر في بلاصتها. يعني ما تقدرش تروح العمره، هي مريضه ويديرها واحد اخر في بلاصتها. واش من المرض اللي عندها السيده الى زينب؟ عندها روماتيزم، شاشه العظام. معناتها تمشي ما تمشيش، قادره ما تقدرش. ما تقدرش تروح ديال العمره، عاجزه. ايه عاجزه.
هنا يدوز لها تدير واحد في بلاصتها تخلصه ويقام في بلاصتها. واضح واضح سيدة زينب. ربي يشافيها ويعافيها ويقويها إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة في حفظ الله. عبد المنعم شيخنا من تلمسان. عبد المنعم من تلمسان السلام عليكم. قراءة القرآن. سي عبد المنعم. السلام ورحمة الله وبركاته. وش راكم لاباس؟ شكرا أخي لاباس. الحمد لله نفرح كي نسمع عبد المنعم ويتصل بي عبد المنعم. الله يسلمك وبارك الله. الله ينعم عليك إن شاء الله. سلمنا على الشيخ بعد اللي راح. الله يسلمك ويبارك فيك سيدي كريم أستمع إليك الله يعزك. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال فيما يخص العدل رقم 3. عدل رقم 3. العدل سكنت عدل عموما. عدل فيما يخص الحالة الاجتماعية أنا راني مستأجر. الحالة الاجتماعية تاعك وش بها؟ مستأجر يعني أنا مستأجر بدون ساكن يعني. نعم راك كاري. راني كاري. نعم متزوج. متزوج ربي يحفظ لكم إن شاء الله أهلكم وولادكم. يا نعم. أخي أنا ما حبيت نسقسي حبيت نسقسي الشيخ وما نزيدش نسقسي من موراه إن شاء الله. واش هو الحكم اسكن ندير ولا ما نديرش؟ انت ما راكش مستفيد من اي يعني سكنات اخرى اجتماعيه. ما عندي حتى جديد هذا وراني عايش في الكرا هذه مده 5 سنين. نعم خلاص. ربي يرزقك ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ان شاء الله منزل واسع ان شاء الله. الله يخليك جاوبونا ومنزل تسقسيو ان شاء الله. ان شاء الله. الله باذن الله سي عبد المنعم مع السلامه. هل هناك اتصال؟ نعيمة من باتنا. السلام عليكم سيدة نعيمة. سيدة نعيمة هل أنت معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم على الشيخ محمد. الله يعزك سيدة نعيمة. الله يبارك فيك سيدتي. أهلا وسهلا. تفضلي سيدة نعيمة. نعم عندي سؤال. تفضلي مرحبا. انا يا عندي رجلي مريض وانا يا مريضه انا مريضه بصح نقوم به. ربي يشافيكم. الوالد نتاعو كيما قال الشرع في كلش رغم انه مريض تما مكفوف ما يشوفش وما يتحركش نهبط كيشرب نهبط انا اللي نوكل انا اللي نشرب ندير كلش ندوش له ندير له كلش. هذا زوجها. هذا وقيل الاب أب الزوج واقعي. رجلي. زوجه. رجلي. نعم. أنا. تفضلي. ألو. تفضلي. إفتوز. قلت لك رجلي هو عنده 83 سنة وأنا عندي 53 سنة. نعم ربي يحفظكم. يعني يا رب العالمين واني قمت به وما نروحش المالية عام ونصف هكاك باش نروح عند مالية تسمع على حدا الظروف كيف تسمع هو ندي في الكروسة ندي في الكروسة ونروح عند مالية نقعد عام ونصف من بعد مالية نقعد يومين ونروح. نعم. نشوف بك يمكنك عاد كبيرة والآخرين خاوتي ذوك عندي اللي 7 سنين اللي 10 سنين ما شفتهمش لهم ولا ولدتهم. نعم سؤالك سيدة نعيمة. السؤال تاعي يضرب ولادو يقلقوني تما كيجي ما يجيوش عنده دائما انا اللي ندير له كل ندير له كلش وحدي الحفاظات ندوش له كلش ندير له كلش في الكنب نتاعو كلش نتمرمد وحدي ونديه للطبيب نديرو في الكروسه ونديه للطبيب ونديه يجيب الكبارات نتاعو وكلشي في الاخر كيجيو هما يجيو يهدوني ويقولوا لي احنا كي ندخلوا للدار انت خرجي من الدار احنا بغينا نشيخوا عنده وهما يحرشوا فيا ويقولوا له قاعد ما تشوفش هاي تخرج هاي هكا يديها هكا ويكذبوا عليه ويقلقني ويبكي فيا ويقول لي حرام عليك ولادي ما يكذبوش وهما رغم انه ما يجيوش عنده ما يعاونوني ما يجيو عنده ما هذا ولاده. هذا ولاده وكل بديارهم وكل داس عليهم ما خصهم والو بس بغاو يديو له الشهريه يجي عنده يعطي له الصور كيجي بالشهريه هذيك والله لا يشوف ما يشوفش الكاتب هو اللي يعطي له الصور نتاعو هو اللي يدير له اليد نتاعو يبصم باش يهز الصور نتاعو ويقول له ها واش عندك كيروح للدار يجيو يجيو يسمعوا برك عندهم الناس يوصلوا لهم الخبر ويجيو بالدات في حاله دوك هاني في حالة ديريكت مريضة والله حتى قبل ما لقاني الدواء قال لي نفسيتك تعبانة
ما بغيتش نقول لمالي هو انا قلت له لكن لك انا دام تهضر يتسنى يهضر الهضره يهضر نعم انا يشوف شنو يتركش قلت له لك انا دام تهضر دير لي هكا حاجه بيني وبين ولادك كيتسمى دير الخير بيناتنا يعني قول لهم باللي اي لو كان ما جاتش ناس مليح ما تكونش عندي غير مو هي تقوم فيا ربي يصلح الحال يصلح الحال كيفاه ندير يجاوبك الشيخ ويوضح لك الامر انت يا صبري مع الزوج نتاعك وراكي ماجوره ومشكوره ان شاء الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله ربي يحفظك يوم بغيت الجنه والغير بغيت الجنه بغيت ندخل منين ندخل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل ما يعيط على حاجه نوصلها له ربي يقدرك كل ما يشربش حتى يشرب ربي يقدرك ويحفظك ويسترك شكرا على الوفاء سؤال ثاني لكن معليش تفضلي انا عندي خويا راح هو وامه ومرته راحوا للحج نعم كي راحوا للحج هو مع من راح للحج؟ المره نتاعو تخدم مع نتاع هذوك تبدا تطوف بلا ما تقول له تخشم فيه ودير يعني كيما قالت لي امه انا ما حضرتش قالت لي كي راحوا باش يجيبوا الجمرات يجيبوا الجمرات قلقات وقالت له ما تهزش من قالت له مرته ما تهزش من تن هذوك الجمرات ماهمش ملاح ما تهزش من تن هو قلوقي قالت لي يما كفر كفر استغفر الله يا ربي استغفر الله يا ربي غفرنا وسمحنا قال لك كفر في مكه كفر الله يهديه كفر كفر على الزوجه نتاعو في الجمرات وقالت لي ضد سقسي الشيخ قول له واش يعني يدير واش عليه واضح ما يفيل انا ربي يعاونكم مع السلامة سي نعيم مع السلامة نجيب إن شاء الله سي وائل طيب فضيلة من تيمي مون السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي سيدة فضيلة يبارك الشيخ لاباس الحمد لله ربي حفظك يبارك فيك الحمد لله ربي يعاونكم إن شاء الله آمين يا ربي بغيت نسقسيك شوف احنا عندنا زعما رانا شادين ما نقولوا منيحة تاع عبان تاع 60 زكاة واو منحة نقولوا هذيك تاع البطالة لا ماشي تاع البطالة تاع الكبارة تاع الكبارة كبارة منحة وشنو هذه المنحة؟ زعما حنا رانا نشدوها اختياس على البا زعما ها هو كيماك عارف زعما رانا نشدوها ماناش قايلينها للبا تاع واش بصح دقيقة فضيلة اختي هذه المنحة منين تديوها منين تصرف؟ من عند الحكومة تاع واش واسمها؟ منحة الكبراء تاع كبار السن ايوا كاين منحة تاع العامل هو تاع الخدمة تاعو ولا؟ ماشي خدمة تاعو تاع كيما نقول لك يوصلوا بلاج هذيك تاع 60 يولوا يعطوهم ديك المنحة كي يوصل 60 كاينة منحة؟ المهم وشنو هو السؤال تاعك؟ بغيت نقول لك زعما حنا رانا ندوها على اساس ماناش قايلينها الوالد تاعنا الوالد نتاعكم واش بيها ويديها حنا رانا ندوها عليه زعما لما هي تصرف له ولا لهم زعما ما يصرفش المال اخر شوفي سيده فضيله سمعينا باش نفهموك مليح الوالد الان راهو ياخذ المنحه هذه ولا ما راهوش ياخذها ياخذها بصح رانا ناخذوها حنا زعما ماناش قايلين هذه على اساس باللي زعما هو ما يصرفش ما يجيبش صوالحهم ها طيب المنحه نتاعو هما اللي يتصرفوا في هذه المنحه غير في الدخان والصوالح هذه هو على باله عنده المنحه هذه ولا ما على بالوش؟ ما على بالوش والو ما على بالوش عنده المنحه يعني انتم اللي درتوا الاجراء الاداري ودفعتوا الاوراق باش ورانا نصرفوها زعما في الدار وراكم تصرفوها في الدار اكل وشرب واو هو ما يصرفش خلاص على الدار ما يصرفش قال لك يعني كان يطيح عنده المال يروح يشريهم دخان ويشريهم وما يصرفش على المنزل هكذا سي فضيله سيده فضيله اسكو زعما عندنا فيها ذنب ولا نطرحوا نقولوا له ولا ما نقولوش له واضح ربي يقدر ان شاء الله ويوفق شكرا ادعونا بالخير امين ربي يوفقكم ان شاء الله ويقدركم ويسلكم امركم ويفرحكم ان شاء الله دائما ان شاء الله طيب شيخنا السؤال الأول السيدة قمرة من برج بوعريريش تقول ذهبت أنا والعمرة أنا والدتي بدون محرم والبعض أخبرها أن هذه العمرة غير مقبولة لكن في العشر الأواخر في مكة المكرمة التقيت مع ابن أخي وابن عمي فما جوابكم بارك الله فيكم هو
ابن العم لا حديث عنه لأنه نعم. ليس محرما. ابن الأخ. ابن الأخ هو محرم لها ولأمها. الآن كنا قبلت في البداية قلت بأنه أغلب أقوال العلماء بأنه العمرة عند الإمام مالك والإمام الشافعي ليست واجبة، عند الإمام مالك ليست واجبة، والإمام مالك هو الذي يقول يجوز السفر للحج الواجب، بمعنى أن العمرة ليست واجبة فلا يجوز للمرأة أن تذهب فيها. هذه الفتوى ولا أدري من له رأي غير هذا والله أعلم. لكن في كل حالات نقول للأخت، الأخت قمراء، المسألة ما هوش في قبول العمرة أو لا. لو الإنسان أنه عصى الله في السفر ليؤدي فريضة، هذه الفريضة هل تقبل منه أم لا تقبل؟ تقبل منه إن أداها على أصلها، ها؟ تقبل إن أداها على أصلها، ها؟ الصلاة صحيحة، ولكنه يأثم على شيء آخر، مثلا في الحج صرفة مش مليحة، قال كلام مش مليح، هذا حسابه وحده. بالتالي العمرة تبقى صحيحة، قبولها عند الله لا نعلم، لا نعلم، القبول هو عند الله. احنا نتكلم على أنها هل هي صحيحة أم غير صحيحة. صحيح. العمرة صحيحة ولا حرج. وبعض العلماء المعاصرين اللي قالوا بأن المرأة إذا كان داها محرم للطائرة وتلقاها محرم آخر في المكان اللي تروح ليه موجود محرم آخر، جاز لها ذلك، جاز لها ذلك. ف ان شاء الله ان شاء الله تكون بهذه إن شاء الله. الصورة ان شاء الله عمره مقبوله ان شاء الله ان شاء الله تعالى. فاطمة من تيارت، يعني حاجة فاطمة من تيارت تقول يعني دائما ما اقول يعني قدوتي في هذه الحياة امهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهم، فما حكم القول هكذا وهل يجوز أن أقول مثل هذا الكلام؟ لا شيء مليح الحجة فاطمة، حاجة مليحة هذه، أنه تكون السيدة خديجة أو السيدة فاطمة، يتمنى الإنسان يحبهم أكثر من غيرهم، لا مانع يعني لا حرج. كل واحد كاين في الصحابة خصال تتوزع وتوزعت بين الصحابة، وكل واحد تعجبه شخصيا من الشخصيات لسبب من الأسباب. فيتمنى الإنسان، المرأة تتمنى أنها تكون كخديجة وتسأل الله تعالى أن تكون مثل خديجة ولا أن تكون مثل فاطمة. هذا شيء جميل سيدة الحجة فاطمة، بالعكس يعني شيء مليح. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم السبطين الحسن والحسين، زوجة الإمام علي رضي الله عنه، فيها كل الخصال العظيمة اللي تتمناها كل امرأة. والسيدة خديجة أيضا فيها كل الصفات، هي التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم في محنته، وهي التي وقفت معه، وجبريل يجي النبي صلى الله عليه وسلم بشرها هي خاصة، بيت في الجنة من قصب لا ليس فيه ليس فيه نصب ولا صخب. السيدة عائشة فإن امرأة عظيمة، يعني امرأة عظيمة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. سيدة خديجة نموذج رائع للمرأة التي كانت أحن امرأة على زوجها رضوان الله تعالى عليها. فإن شاء الله ربي يوفقك ويبلغك مرادك الحجة فاطمة يا ربي إن شاء الله. إن شاء الله. نادية من قسنطينة تقول لدي زكاة، يعني في العادة نخرجها في نوفمبر، يعني وصل نصاب انتهى في نوفمبر، هل يجوز تقديم هذه الزكاة لأنه أخي في حاجة للمال وراه يعني متعسر وراه في حاجة للمال؟ تقول لك هل يجوز تقديم هذه الزكاة؟ وتقول لكم مش حل نخرج من 154 مليون. الأصل أن الزكاة تخرج في وقتها. نعم في وقتها، هذا هو الأصل. ونحب نذكر نادية فقط بأن الحساب تاع زكاة المال
ليس بالأشهر القمرية وإنما ليس بالأشهر الشمسية وإنما بالأشهر القمرية. وبالتالي إذا كان في نوفمبر معناتها راهي ضبطت، إذا ضبطت تحسبها مع الشهر القمري ماهوش في نوفمبر، معناها ماشي دائما في نوفمبر تبقى، معناها بعد 3 سنين يولي في أكتوبر، تبع الشهر القمري دير حساباتها. هذا النهار اللي يوصل لها تاع الزكاة تشوف المقابل تاعو بالشهر القمري، يعني الهجري، الهجري السنة الهجرية. نعم. نعم السنة الهجرية هذاك هو الوقت الحول تاعها، وقت إخراج الزكاة حاليا، أنه السنة تتغير الهجرية. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها؟ كثير من العلماء يقولون، أو مجموعة منهم يقولون بجواز إخراج الزكاة قبل وقتها إن دعت إلى ذلك ضرورة، وقد سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الزكاة فأجاز له وأخرجها عاما أو عامين قبل ذلك. ولذلك إذا دعت ضرورة قصوى، ضرورة قصوى، ضرورة كبيرة باش نخرجوا الزكاة قبل الوقت جائز. إذا ما دعتش الضرورة جائز حتى الشهر شهرين يعني، لكن إذا دعت الضرورة القصوى يجوز قبل ذلك كما راكي تفضلتي. 154 مليون زكاتها، زكاتها نقسموها على 40 أو نضربوها، العملية مضروبة في 2.5% تعطينا 8,850,000، 3 ملايين. انت كي كنت تهضر نقطي الحساب الله يبارك عليك، راك تقول مين جابوا الحساب هذا؟ ربي يبارك ما شاء الله. ثلث ملايين و 850,000. انا كنت راح نحسب لها انت احسب. على بالي. ربي يحفظك ان شاء الله شيخ، ربي يبارك لها في مالها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك لك في مالك ان شاء الله، وربي يقضي حاجه الاخ نتاعك اذا كان ضروره قصوى جائز ان شاء الله، وتطلب الدعاء بالشفاء. ربي يشافيها إن شاء الله تعالى يا رب، ربي يشافيها ويعافيها إن شاء الله. إلهام من سطيف، طلقها زوجها بالثلاث في لحظة واحدة، لأن راهي في شهر، راهي في بيت العائلة يعني في بيت الوالد نتاعها، وعندها ولدين، كيف تشوف الأمر نتاعها شيخنا، وما نصيحتكم لهذا الزوج والزوجة؟ نعم. أيضا هو أستاذ عبد المنعم شرع عظيم في واحد المسائل، من عظمته أن المرأة إذا طلقت تقضي عدتها في بيت زوجها. نعم ما تخرجش. علاش ما تخرجش؟ هما راهم مطلقين ياك، وكل واحد في حده. نعم. ولكن هذه المرأة قد تتفنن في الطبخ لزوجها فتعجبه أكلة فيرضى عنها، يندم ويرجع. هذه واحدة. نعم. اثنين، قد تدير له حاجة من الحاجات، يجي يلبس الثياب تاعه يسيبها محده، قلبه يحن. نعم هكذا تروح لمرايتها وتزين روحها، ماشي معناها راه محرم، لا مازال زوجها، مازال زوجها، تروح لمرايتها وتزين روحها وتوجد روحها، يشوفها زوجها قد تغريه، اذا اغرته وقال او فعل فهي زوجته، رجع، راه رجع. اما كي تكون في بيت باباها، منين تجي الحنية؟ منين تجي؟ يزيد الشيطان، يزيد. يا رحتي ما كلمتيش، ما كلمت، شوف راه عندها شهر ما كلمتش، هو يقول عندها شهر ما كلمتش، وهي واش تقول؟ هاو عنده شهر ما كلمش، ولا يصرف ولا، هاو ما حوسش، هاي ما حوستش، هاي ما كلمتش، ها هو ما كلمش. هذه نتائج سيدتي نادية عندما تقضي المرأة عدتها في بيت والديها، وبلا ما نتكلموا على المحيط اللي ثم، اللي يقول لها وش قال لك، ها وش قال لي، وش دال لك، كل مرة تجبد حكاية ويقول لها واحد منهم ولا واحدة منهم قال لك هذا الكلام، وما زالت طامعة ترجعي عنده، قال لك هذا الكلام وراكي حبة ترجعي عنده، قال لك هذا الكلام دال لك هكذا وما زال قلبك يحن ليه، وتبدأ ويبدأ هكذا. هذا المرأة هذه تفكر ترجع لزوجها؟ أبدا، مستحيل. بينما نهار اللي تكون في بيت زوجها ما كانش هذه المؤثرات الخارجية
المؤثرات الجانبيه ما كانش عندها زوجها برك تتزين له تغريه يعاود يرجع تدير له حاجه يعاود يرجع. راني نقول هذا الكلام باش نوصي به النساء في حاله الطلاق، نوصي به حال النساء في حاله الطلاق يعملوه ما ينسواش، لانه يقدر. علاش يقدر؟ اليوم راه زعفان يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام عشر ايام شهر، يجي نهار وين يحن قلبه ويطيح. هذا الرجل هذا موش صخره موش حجره. صح. ولذلك مليح نفهموا الشرع نتاعنا. الان الطلاق بالثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد نحن الان نفتيه بانه طلقه واحده، وعلى هذا الاساس ننصحك سيدتي. الان اتصل بنا شكون؟ اتصل بنا ناديه زوجة فلان ما نعرفوش. لو كان اتصل بنا فلان زوج ناديه واش نقولوا له؟ نقولوا له نفس الكلام اللي راح نقولوه لناديه. فنقول لك ناديه ديري الخطوه، اتصلي به بالهاتف، راني حابه نرجع للبيت. علاش حابه ترجعي للبيت؟ اخي طلقتك. لا سمعت الشيخ باللي قال لازم العده تندار في بيت الزوج. قال لا ما ترجعيش، تقعدي ثم كيما راكي. كلمه طيبه، رساله حب، رساله فيها شيء من الكلام. وحده زوج ثلاثه اربعه وتشوفي كيفاش يعاود يدور في رايه. المراه ما ينفحاش بيت والديها، ينفحها بيتها بيت زوجها. ما يقدرش ينفحها الا بيت زوجها. انت الان راكي كيما يقولوا الحديد سخون، ما تحسيش وش معنتها المراه مفترقه عن زوجها، ما تحسيش بها، تحسي بها من بعد. ولا اعرف امراه طلقت ولم تندم. جاو عندي نساء يتوسطوا في الطلاق، حوادث شخصيه، يتوسطوا في الطلاق، بعد الطلاق والله يتوسطوا عندي باش يعاودوا يرجعوا. هذه قاعده. لذلك الان فرصه ذهبيه راهي في يدك السيده ناديه. طبعا انا نقول لك هذا الكلام مش لانك امراه انت مغلوبه، لا، انا نقول لك لانك انت اتصلتي. لو كان اتصل بين الزوج نقول له نفس الكلام، اتصل بزوجك، اكتب لها رساله نصيه، قل لها روحي راني محتاجك، روحي للبيت، هذا قولوا له نفس الكلام نقولوا له. ممكن واحد من الابناء تاعها يتكلم يرسل رساله صوتيه العائله اللي راهم يسمعوا يصلحوا. هذا اخ وهذا الاب ما يقولش انا والله اليوم لا ندي بنتي لزوجها. يجي يقول له اليوم راني جايك وجد النعشه راني جاي. يجي يدخل عليه ببنته يعني بزوجها بزوجته ويقول له لا وليدي نعل البليس، هذه زوجتك. واش يدير؟ يحط راسه ويسكت. اخ من الاخوه، اليس منكم رجل رشيد؟ ما كان حتى واحد شويه عنده الغيره وعنده هذا الفهم وهذا الحرص ويقول يلا والله ما كان منها. صحيح. الله المستعان، ان شاء الله ربي يصلح الحال والاحوال وتكون الموده والرحمه ان شاء الله في بيت ناديه وجميع بيوتات المسلمين والمسلمات إن شاء الله. طيب زينب من تيزي وزو تقول أمي لا تستطيع الذهاب إلى العمرة، فقالوا لها يعني تستطيع يعني تكليف أو توكيل شخص آخر بالذهاب إلى العمرة يعني ويخلصوه يعني أجر هذاك الذهاب إلى العمرة، الأجرة نتاعو العمرة نتاعو يعني. يقول لك هذا الامر جائز لانه راهي مريضه بالزهايمر ولا تستطيع يعني عاجزه تام. ربي شافيها ان شاء الله. نفترضوا امها هذه ام زينب، لو كان نرفدوها بلا ما تفيق، نرفدوها ونحطوها في مكه، هاي موجوده في مكه، ها بين عشيه وضحاها راهي في مكه خمس ساعات، ايه ماهيش فايقه، راحت مثلا راقده ولا دايخه، وصلت المكة، شافت الكعبة، هل تستطيع أن تقوم بالعمرة أم لا؟ إذا جاوبتنا نعم تستطيع أن تقوم بالعمرة نقول لها ما يجوز لكش تخلصي منها باش تروح للعمرة، ما يجوز لكش. أما إذا كان قلت لنا الجواب بأنها ولو وجدت في مكة لا تستطيع أن تقوم بالعمرة، لماذا؟ لأنها عاجزة، وسيما أن السفر يتعبها أيضا ولا تستطيع على السفر، ففي مثل هذه الحالة يجوز لها للعاجز عجزا بدنيا ككليا، للعاجز عجزا بدنيا، وللميت نخلصوا واحد نخلصوا له العمره ونزيدوا الى كنخلصوها ايضا جائز لا حرج. قال هايلك العمره
ونعطي لك مبلغ مالي قيس باش تدير لي العمرة على الوالدة نتاعي. جائز لا حرج، هذا لا حرج، لأنه ثابت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد في الحج لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، حج عن شبرمة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه أجاز أن يحج الإنسان عن غيره للعاجز، عاجز ولا ميت، فنفس الشيء. وشن هي يكون هذا الإنسان دار عمرة من قبل فقط، فلا حرج إذا كانت بهذه الصفة، صفة العجز سيدة زينب. ربي يتقبل إن شاء الله، وربي يشافيها رب ويقويها وينحي عليها التعب والألم إن شاء الله. عبد المنعم من تلمسان يسأل شيخنا عن ما حكم سكنات عدل ثلاثة، هل يجوز يعني الاشتراك والاستفادة من هذه السكنات؟ اللغط يعني كثر اللغط حول سكنات عدل، لكن أنا جوابي مختصر وعندي كلام فيه لو تكون فرصة نفصله فيه، الآن ماهوش وقت تفصيل، لكن نقول لعبد المنعم وغيره، هل أنت محتاج أو غير محتاج؟ واحدة من اثنين، إن لم تكن محتاجا لا يجوز لك، لأنك ستزاحم غيرك وتأخذ حقا ليس لك. خلينا من بيعتين في بيعة، خلينا من أنها تأجير منتهي بتمليك، ما نتكلمش قاع على هذه. أنت إذا لم تكن محتاجا فأنت محتال، ستأخذ حقا لغيرك. عنده 5 سنوات هو مستأجر. أنا نتكلمه في العموم. في العموم نتكلمه، أنت ماكش محتاج تدي حق غيرك، هل يجوز لك؟ لا يجوز. ما يجوز لكش. عندك الدار، عندك سكن، عندك الدراهم باش تشري، قلت لا نروح أنا العدل رخيصة، هل يجوز لك؟ قلت لك لا يجوز لك، بغض النظر عن التفصيل اللي ذكرناه في سكنات عدل. وإن كنت مضطرا، إذا كنت مضطر، كل العلماء يقولون إذا بلغت الضرورة بالإنسان إلى أن يرتكب المحرم، ربي قال فما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا المحرمات وش أردفها الله تعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وش معنى العادي؟ العادي هو الذي له في الحلال ما يكفيه عن الحرام ولكنه آثر الحرام، هذا عادي أو معتدي. والباغي ما هو؟ هو محتاج شقة واحدة فقط، ولكن قال لك ما دام أنني درت ندير زوج، سلفت قيس الشقة، أنا سلف قيس شقتين. نقول له أنت شحال محتاج؟ محتاج شقة واحدة. الآن أنت محتاج في ضرورة في شقة واحدة، لكن مش ضرورة في شقتين، هذا هو الباغي. الباغي الذي إذا ذهب إلى الحرام أخذ أكثر مما يستحق، إذا ذهب إلى الحرام ضرورة أخذ أكثر مما يستحق. الآن هذه النظرية العامة، نطبقوها على سي عبد المنعم. إنسان يقول لك أنا كاري شهر، كما الشهرية تاع الجزائري اللي نعرفوها، وعندي كراء، وما عنديش سكن، هل عبد الكريم حالته وحالة من في مثل حالته هل هي حالة ضرورة أم لا؟ نعم إنها حالة ضرورة، وإذا كانت حالة ضرورة سي عبد الكريم لا تسأل عن التفاصيل الأخرى، لا تسأل، فإنها لا تعنيك، لأنك مضطر. إذا ربي أباح للمضطر أن يأكل من لحم الخنزير ومن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إذا جزل هذا عند الضرورة القصوى ما صابش غيرها، هذا وش كاين غير هذا الحرام فقط، يأخذ منه قيس ما يحتاج إليه، جائز ولا مش جائز؟ جائز طبعا، الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، وانت راك في الضرورة القصوى، كاري شهار كاري، فبالتالي لا تسأل عن شيء آخر، توكل على ربي، سجل
وربي يوفقك وربي قدرك وان شاء الله تكون من نصيبك. ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظك شيخنا، شجعتنا وحمستنا، الله يحفظك. بارك الله فيك. تقول الاخت نعيمه من باتنا: زوجي مريض كفيف لا يتحرك، انا من اقوم به في كل امور حياته الصغيره والكبيره، حتى يعني تغيير الحفاضه اكرمكم الله، كل حاجه، كل حاجه اللي راك يتخيلها الانسان انا اللي نقوم بهذا، يعني بالعنايه بهذا الزوج. 85 سنة يعني تقريبا عندي اخوان واخوات 7 سنوات 10 سنوات ما شفتهمش باش نقعد مع هذا الزوج، لكن في المقابل اجد من يأذيني، هم الأولاد نتاعو يطردوني من المنزل كي يجي وداخلين، يحبوا يتصرفوا في المنحة نتاعو الشهرية القليلة هذيك، يحبوا هما ياخذوها. تقول كيفاش نتعامل مع هذو الأبناء وأنا اللي نشوف الجنة في هذا الزوج، ما عنيش حاب نخليه. لا إله إلا الله، كلمة أريد الجنة هذه كلمة كافية سيدة مسمى سيدة نعيمة. نعم كافية إن شاء الله تعالى. أنت الآن أنت تعبدين الله بطاعة زوجك وخدمتك زوجك وبقيامك على زوجك، أنت تطلبين الله وتطلبين رضاه وتطلبين الجنة. خلي هذا هو الـ العامل القوي اللي يخليك تصبري على الأذى. الله يهديهم، يعني ما هوش تصرف سليم منهم إذاية زوجة الأب، ما هوش تصرف سليم، سواء كانت زوجة ثانية أو زوجة بعد وفاة أمهم، لا يصح مثل هذا التصرف، تصرف خايب، تصرف موش مليح. فيفترض أن يكرموها لأجل أبيهم، يفترض أن يكرموها لأجل قيامها على أبيهم. لو كان أبوهم ماهوش متزوج، ماشي هم اللي راهم يتحملوا العناء، هم اللي متمحنين. ولذلك يكفي أنه ينظروا إلى هذه الخدمة اللي راهي تأديها ليحسنوا إليها. الله غالب، يعني واش راح نقول لك، لو كان هم اللي اتصلوا نعطوا لهم الكلام، ولكن انت واش راح نقول لك، نقول لك عليك بالصبر سيده نعيمه، وربي اجرك، وديريها حاجه واحده عباده لله تطلبين بها الجنه، وربي يعطيها لك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يقدرها ويوفقها ان شاء الله. وشكرا على الوفاء سي نعيمه. إيه. تقول في سؤالها الثاني: اخي وزوجته يعني راحوا للعمره، راحوا للحج، وعند الجمرات الاخ نتاعها حب يرفد الله اعلم من الجمرات، يعني طاحوا له الحجر، تقلق مع الزوجه نتاعو كي نصحاته، فللاسف ولا اله الا الله محمد رسول الله كفر عليها في الجمرات. تقول لك وش الحكم تاع الحجه نتاعو، كيفاش التوبه نتاعو، وربي يهدينا ويصلحنا ان شاء الله. الانسان اذا ما حبيتش نسقسيها واش قال الكلام، ما حبيتش بس ما نسمعوش كلام لا يليق، لكن مانيش عارف دقيقه شيخه الكلام اللي قالته، لا لازم يظهر لي هذا يبقى يحتاج إلى تفصيل. تفصيل نعم يحتاج. طيب. إلى تفصيل إن شاء الله تعالى. طيب هو سؤال سيدة فضيلة من تيمور. إيه خلي هذا لأنه طيب. إيه. ولا إذا كانت اتصلت السيدة باش نحافظوا على الناس، تتصل وتقولنا وشني هي الكلمة اللي قالها. إيه سيدة نعيمة لأنه فيه تفصيل، الوقت دقيقة ما تكفينيش للتفصيل. خلاص الأسبوع القادم. أعطيني المنحة تاع المنحة الأسبوع القادم. الأسبوع القادم شكرا. بارك الله فيك شيخنا، ربي يحفظك. مع السلامة. بحمد الله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم، ربي يحفظك شيخ وإياك إن شاء الله تعالى. تحوس